بمناسبة الدخول السياسي لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ MPS بإقليم مندول، فقد احتفل مناضلو ومناضلات الحزب بهذه المناسبة الحزبية وسط حضور كبير من المناضلين. تقرير أدم حسن المكاوي. الدخول السياسي لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ ولم الشمل هو ما دعا مناضلي ومناضلات الحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم مندول إلى تنظيم هذا الحفل الحاشد برفقة بعض من أعضاء المكتب السياسي الوطني للحزب بغية التفاكر والتشاور لتوحيد الرؤى والنشاطات التي سيطلقها المكتب الإقليمي للحركة الوطنية للإنقاذ بمندول في الأيام القادمة. الأمين العام الإقليمي لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ بمندول أنجابي جامي في خطابه خلال الحفل أشار بأن هذا اللقاء هو فرصة للجميع بتقييم الإنجازات الماضية والإعداد لمرحلة الانتخابات التشريعية للعام 2018، مفيدا بأن الآن هو الوقت المناسب للتسامح والتآلف ونبذ الخلافات التي تؤدي إلى انشقاق الصف وترك المصالح الخاصة وتقديم المصلحة العامة فوق كل شيء من أجل خدمة المواطنين. وكما أكد الأمين العام الإقليمي أنجابي جامي بأن سكان إقليم مندول كلهم وراء حزب الحركة الوطنية للإنقاذ، وأن مشاركتهم في انتخاب مؤسس الحزب في الانتخابات الرئاسية يدل على ذلك، طالبا من المناضلين المواصلة في توعية تعهدات رئيس الجمهورية فيما يخص أمن البلاد. سياسيا أيضا، قدم رئيس مكتب المبادرة الوطنية للشباب من أجل الدفاع عن مكتسبات الحركة الوطنية للإنقاذ MPS حديثا صحفيا بمكتبه الكائن بالدائرة الثامنة، وذلك حول بعض الترويجات التي قام بها بعض الشباب باسم المبادرة الوطنية. نتابع ترجمة البيان في ميكروفون الزميل محمد صالح حسين. باسمي وباسم شباب الأكسيون ناسيونال دي جان كادر كل ديفانس دي زاكيد MPS نعلن بأن في هناك بعض من الشباب بدأوا يستعملون اسم المبادرة ويدعون أنهم من شباب الأكسيون ناسيونال دي جان كادر، وقاموا بأفعال غير مرضية وكونوا لهم مكتب غير شرعي يتكون من رئيس ونائب. فبصفتي وباسم شباب الحركة الأكسيون ناسيونال دي جان كادر نعلن ونقول أن هذا المكتب الذي كون من قبل هؤلاء الشباب فهذا غير شرعي وغير رسمي سياسيا وقانونيا، بل الشباب الموجودين في داخل الأكسيون ناسيونال دي جان كادر هم موجودين وعندهم مكتب وعندهم رئيس وعندهم نائب وعندهم كوادر وعندهم ممثلين في الأقاليم، وما زلنا موجودين وعندنا إذن رسمي من الحركة الوطنية للإنقاذ وقاعدين نخدمه في أهدافنا ونشجع كل الإنجازات التي حققها MPS وصاحب الفخامة إدريس ديبي إدنو.